بسم الله الرحمن الرحيم، رح نكمل مع بعض شرح مادة المعمارية، وبهذا الدرس رح نستعرض مع بعض الرسمة تاعت المالتي بلكسر. طبعا احنا درس المالتي بلكسر انهيناه كامل، اخذنا عليه امثلة كثير شرحناه بالتفصيل الممل، ضل علينا بس نستعرض مع بعض الرسمة تاعته. رسمة المالتي بلكسر بتكون بهذا الشكل، بكون انا عندي مجموعة من الرجسترات، زي مثلا هو محدد لي 4 رجسترات. هدول الأربعة رجسترات، يعني أنا عندي الريجستر A يرتبط بمجموعة من اللاينز على حجم على المالتي بلكسر، الدائرة تاعت المالتي بلكسر. طب أنا لو جيت سألتك سؤال كم عدد الرجسترات، فبتحكي لي 4 اللي هم من A لD. لو جيت حكيت لك كم حجم المالتي بلكسر، بتحكي لي 1 بـ4. ليش 1 بـ4؟ الواحد هي الأوتبوت اللي هي دائما رح تضل 1. طب والأربعة، الأربعة بتمثل لي عدد الإنبوت. طب عدد الإنبوت اللي هو عدد المداخل، كيف عرفت عدد المداخل 4؟ بتحكي لي على حسب عدد الرجسترات. عندي 4 رجسترات، الـ4 رجسترات كم مدخل بكفيهم؟ بكفيهم 2 مدخل؟ أكيد لا، بكفوهم 4 مداخل. نعم بكفوهم 4 مداخل، فبحكي 1 بـ4. لو جيت سألتك كم عدد السلكتور، فبتحكي لي 2. سألتك سؤال ثاني حكيت لك كيف عرفت انه 2، فبتحكي لي عندك انت 4 مداخل، 4 انبوت. الـ4 انبوت بكفيهم قديش سلكتور؟ بكفيهم 2 سلكتور. تمام، هاي كانت الرسمة تاعت المالتي بلكسر. طبعا احنا في عندنا كمان شغلة وانا شرحناها احنا بالتفصيل، حكينا ريجستر تو بس. لو انا حكيت لك ريجستر تو بس، هاي العملية ايش بسميها؟ فبتحكي لي هاي العملية اسمها مالتي بلكسر. المالتي بلكسر اللي بيكون من عند الريجستر لعند البس، ريجستر تو بس اسم العملية تول هي المالتي بلكسر، اللي هو بيكون من عند الار لعند البس. يعني خذ نسخة من البيانات المعلومات المخزنة داخل الريجستر R1 أو الريجستر R وانقلها إلى وين؟ إلى البص. لو نحن بنكون وصلنا لنهاية هذا الدرس، بتمنى تكونوا استفدتوا، ويعطيكم ألف عافية.